البداية إذن من أوكرانيا، حيث عززت القوات الروسية تقدمها باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف من خلال سيطرتها على مطار غوسميل في ضواحي العاصمة، كما أحكمت سيطرتها على بعض المدن المجاورة للعاصمة. وأعلن عمدة كييف أن العاصمة دخلت مرحلة الدفاع. من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عزلت كييف من الناحية الغربية، وأعلن الجيش الأوكراني الدفع بمدرعات داخل العاصمة للدفاع عنها. وتأتي التطورات الميدانية لتؤكد التوقعات الغربية بأن القوات الروسية يمكنها حسم المعارك والتقدم تجاه كييف خلال ساعات. سياسيا، وفي وقت عبر فيه الرئيس الأوكراني عن خيبة أمله من الموقف الغربي الضعيف، أعلن عن استعداد بلاده للتفاوض مع روسيا من أجل تبني أوكرانيا موقف حياد. ورغم إعلان الكرملين أنه يبحث مقترح زيلينسكي، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف طالب الجانب الأوكراني بإلقاء السلاح وقبول شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل بحث إعادة ترتيب الأوضاع في أوكرانيا بما يفكك الأزمة، ويشمل ذلك إعادة تشكيل الحكومة لتضم مختلف الأطراف. وعبر الكرملين عن استعداد موسكو لإرسال وفد لأوكرانيا للتفاوض بشأن مقترح حياد كييف. ولمناقشة المشهد الأوكراني أرحب بضيفي هنا في الاستديو السيد محمد عايش الكاتب والإعلامي. أرحب بضيفي أيضا السيد نهاد إسماعيل الباحث في الشؤون الاقتصادية من لندن، وأرحب بالصحفي من كييف السيد عامر إعروقي. أهلا بكم ضيوفا على هذه الحلقة. أبدأ معك بداية سيد عامر إعروقي، يعني أين وصل تقدم القوات الروسية في ظل تصريحات هيئة الأركان الأوكرانية الآن بأن روسيا تستخدم الهجمات الجوية والقصف المدفعي؟ يا يعطيك العافية في البداية. أهلا بك. طبعا القوات الروسية منذ صباح اليوم هي تحاول دخول العاصمة الأوكرانية كييف، لكن تلقى مواجهة من القوات الأوكرانية لصد هجومها على العاصمة كييف. نعم سيد عامر، أعود لك سيد محمد عايش، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عامر عروقي. إلى أين تتجه مسارات التصعيد في ظل المشهد الحالي؟ يعني واضح بأنه روسيا لا تواجه مقاومة شرسة، لا تواجه الكثير من المقاومة، على الأقل خلال الطريق من الحدود الأوكرانية حتى العاصمة كييف. يعني يوم أمس كانت الحصيلة 137 قتيلا من يعني أوكرانيا، وأوكرانيا أعلنت بأن القوات الروسية تكبدت خسائر، لكن من الواضح بأن المقاومة ليست كما كان يسود التوقعات. أيضا لا يوجد تدخل غربي، لا يوجد تدخل من الحلفاء الجيران، لا يوجد تدخل من القوى الأوروبية، ولا
يوجد تدخل من حلف الناتو، بالتالي روسيا لا تواجه الكثير من المخاطر العسكرية خلال الدخول. أيضا الآن كييف تحت الحصار ولا يتوقع بأن تصمد طويلا أمام القوات الروسية. هو السؤال أنه روسيا إلى أي مدى سوف تتوسع في هذه العملية العسكرية، أو إلى أي مدى، أو ما هي الأهداف النهائية التي يريدها بوتين من أوكرانيا؟ قبل قليل كانت وسائل الإعلام تتداول معلومات نقلا عن البنتاغون في الولايات المتحدة تتحدث عن إنزال في جنوب أوكرانيا وليس في شرق أوكرانيا، إنزال بحري على ما يبدو، وهذا معنى بأنه القوات الروسية تتوسع أكثر، لم تكتفي بالمناطق الشرقية وبالعاصمة وحدها. المسألة الأخرى أنه حتى الآن يبدو بأن المعلومات التي كانت الولايات المتحدة تنشرها بين الحين والآخر خلال الأسبوعين الماضيات يبدو أنها صحيحة، لأنه تم استهداف فعلا مواقع حيوية في العاصمة كييف، وحدث الاجتياح بالفعل اجتياحا بريا وبغطاء جوي، ويعني على الأقل السيناريو الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة هو الذي يحدث حتى الآن. لكن السؤال، بدأت الحرب لكن متى ستنتهي، وعند أي نقطة يمكن أن تنتهي، وما هي الأهداف التي يريد تحقيقها بوتين؟ طيب، هل أهدافه تتوقف عند أوكرانيا أم تتعداها؟ هل يريد أن يخلق نظاما عالميا جديدا يصبح فيه أو تصبح فيه روسيا هي القطب الثاني الذي يتحكم في هذا العالم ويتنافس مع الولايات المتحدة؟ هذه كلياتها أسئلة برهن أو يعني برسم الإجابة عليها خلال الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة. نعم، يعني سيد نهاد إسماعيل، بناء على المعطيات الحالية والتقدم الروسي ميدانيا، برأيك إلى أين تتجه مسارات التصعيد؟ هل يعني نتحدث عن حرب خاطفة سريعة، أم روسيا تسعى لأكثر من ذلك، ربما تتحدث عن حرب استنزاف حتى تحقيق الأهداف؟ يأتي لك وللأستاذ محمد عايش في الاستوديو وللمشاهدين الكرام. هذا سؤال محوري، أن روسيا لديها هدف، الهدف السريع الآني هو الإطاحة بالحكومة الحالية واستبدالها بحكومة موالية يسمونها محايدة، مهما لكن يريد التخلص من هذه الحكومة التي تغازل الناتو وتغازل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات. وهذا طبعا بالنسبة لروسيا في المنظر، منظر من نظرة موسكو، أن هذا تهديد للأمن القومي الروسي إذا أصبحت أوكرانيا عضوا في حلف الناتو، أي سيكون لها قدرات عسكرية إضافية، ستكون أيضا قادرة على الحصول على الحماية العسكرية الأمريكية والغربية بشكل عام. لكن الهدف الأبعد كما تفضل الأستاذ محمد في الاستوديو، أنها ربما تريد إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية وضم دول أخرى من دول الاتحاد السوفيتي السابقة التي تم إطلاق سراحها عام 1991. ربما يعيد تشكيل الاتحاد السوفيتي مجددا وبناء الإمبراطورية السوفيتية. لكن الهدف السريع والذي أنا أعتقد سيحققه خلال فترة قصيرة هو الإطاحة الرئيس الأوكراني الحالي ووزرائه واستبدالهم بمجموعة موالية تعمل تحت إرادة إرادة روسيا. نعم. وتعمل وتلغي أي خطط للالتحاق بالناتو أو للالتحاق بالاتحاد الأوروبي، وتكون حليفا قويا وصديقا لروسيا وليس للدول الأخرى. طيب، هذا واستخدام قوة عسكرية عارمة بهذا الحجم، معنى ذلك أنهم يريدوا تحقيق الهدف بأسرع فترة ممكنة. طيب، أعود مجددا للسيد عامر عروقي الصحفي من كييف. سيد عامر، يعني انقطع الخط، كنا نتحدث عن التطورات الميدانية على الأرض، لو تصف لنا الوضع. يعني بصراحة الوضع في كييف صوت من المصدر إلى هذه اللحظة، الوضع في كييف هدوء،
ولكن ربما تكون هذه الصوت. يبدو أننا أن هناك مشكلة بالصوت. على كل حال السيد عامر عروقي الصحفي من كييف، شكرا جزيلا لك. أنتقل لك سيد محمد عايش. عندما يقول بوتين أنني أدعو الجيش لتولي السلطة، يخاطب الجيش رسميا، هل يبدو واضحا أن استراتيجية روسيا، أن العملية العسكرية الروسية ترتبط بمدى تجاوب أوكرانيا الآن معها؟ يعني بكل تأكيد أتفق مع الأستاذ نهاد بأن روسيا تريد تغيير النظام السياسي في أوكرانيا، ومن ثم غالبا أنها ستغادر. روسيا تريد نظاما سياسيا مواليا لها في أوكرانيا على غرار بيلاروسيا، ولا يعني وأغلب الظن أنها لا تريد أن تبقى يعني كقوة احتلال في أوكرانيا، خاصة أن أوكرانيا أيضا مساحة شاسعة، بلد كبير وليس صغير من حيث المساحة، وبالتالي يصعب السيطرة عليه. المسألة أنهم يريدون نظاما غير موالي للغرب، أن يسحب طلب الانضمام للناتو، ويعني يغض الطرف عن ولائه للغرب أو تحالفه مع الدول الغربية، دول أوروبا والولايات المتحدة، ومن ثم يعود إلى الحضن الروسي. هذا ما يريد بوتين، وهذا ما يفسر دعوة الجيش إلى أن يتولى السلطة. هي دعوة للانقلاب العسكري أو للإطاحة بهذه الحكومة بالقوة، ومن ثم تنتهي الأمور. أغلب الظن بأنه لا يمكن أن توافق روسيا على أن تبقى هذه الحكومة الحالية أو النظام السياسي الحالي أن يبقى في السلطة، لأنه هذا النظام منذ الآن منذ 18 سنة تقريبا أو أقل بقليل، وهو يتقارب مع الدول الغربية ويتقارب مع الولايات المتحدة، يتقارب مع الاتحاد الأوروبي، ويطمح إلى أن يلعب دورا في المنطقة غير الدور الذي ترسمه روسيا أو يخرج من العباءة الروسية. وهذا ما يشعر بوتين بأنه يشكل تهديدا لروسيا ولأمنها ولأطماعها ومصالحها في هذه المنطقة. طيب، يعني سيد نهاد، الرئيس الأوكراني أعرب عن استعداده للتفاوض على وضعية أوكرانيا كدولة محايد. برأيك هل هذا يمكن أن يفكك الأزمة، وهل سيكون فقط مرضي لروسيا خلال هذه المرحلة الدخول فعلا لتغيير النظام السياسي في هذه الدولة والخروج؟ يعني هل دخلت روسيا لتخرج؟ ستخرج إذا حققت الهدف في استبدال النظام السياسي القائم الآن. دعوة الرئيس الأوكراني للتفاوض والحياد وغير ذلك هو اعتراف أنه مقبل على هزيمة عسكرية، وأنه لا خيار له الآن، لأن الناتو لن يتدخل ولن يطلق رصاصة واحدة، أمريكا لن تتدخل عسكريا، لأنهم يشعرون إذا تدخلوا عسكريا سيكون هذا خطوة ربما متهورة بالإشعال حرب عالمية ثالثة، لأن روسيا حتما سترد وربما تعيد احتلال دول بحر البلطيق الصغيرة، رغم وجود بعض المئات من الجنود البريطانيين وغيرهم ستجتاح هذه المناطق خلال فترة قصيرة. لذلك أوروبا والولايات المتحدة تلتزم ما يسمى العقوبات الاقتصادية التي سوف لا تثني بوتين عن إكمال خطته وتحقيق هدفه. فالدعوة للحوار من قبل الرئيس الأوكراني الحالي هي بكلمات أخرى: نحن ضعفاء، لا نستطيع المقاومة، لا نريد إراقة الدماء، لا نريد أن يموت آلاف الأوكرانيين، لنجلس معا. ولكن روسيا طبعا ترفض الجلوس مع الرئيس الأوكراني، تريد أن يذهب إلى ألمانيا أو سويسرا ويخرج ويتضع رئيسا جديدا حسب المقاس الروسي. نعم. هذا باختصار شديد. نعم، أشرك معي الدكتور محمد فرج الله، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية من كييف. أهلا بك دكتور محمد. لو تضعنا في صورة الأوضاع الميدانية الآن في ظل الحديث عن وجود قصف جوي، الحديث عن إنزال، أين وصل تطور أو تقدم دعنا نقول القوات الروسية؟
طبعا تحية لكم ولمشاهدينا الكرام ولقناة الحوار. المعارك منذ الأمس مستمرة. إن تحدثنا عن الوضع الميداني، الوضع الميداني باختصار هو كما يلي: القوات الروسية منذ الأمس هي تقصف مطارات أوكرانيا، قصفت مطار ما أهمها من مطار العاصمة الأوكرانية باريسبل، وقصفت كذلك مطار باريسبل وتم إنزال مظليات. في الليلة كانت هناك معارك قوية بين الجيش الأوكراني والمظليات الروسية في غاستوم اللي هو مطار حربي. القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير المظليين الروس وبعضهم وضع في الأسر، والمطار الحربي غاستومل حاليا تحت السيطرة الأوكرانية. من الشمال تعرضت أوكرانيا إلى هجوم وخيانة يعتبرها الشعب الأوكراني من الشعب الأخ بين قوسين الشعب البيلاروسي الذي اندمج مع الجيش الروسي في الهجوم، وهنالك القوات الأوكرانية تحاول صد الهجوم، إلى أن المعارك وصلت إلى مدينة سومي ووصلت إلى داخل الأحياء، وهنالك قتال بين المدرعات والعنيف حتى المدينة. في الشرق مدينة خاركوف وأهمها، القوات الجيش الروسي يقوم بعملية تضليل وينشر بأن خاركوف تحت السيطرة الروسية، كذب. 3 رتلات عسكرية من المدرعات الروسية نشرها الجيش الأوكراني حرقت ودمرت عن بكرة أبيها، وحتى والعدو الروسي يفقد أعصابه وبدأ بمنظومة جراد يقصف الأحساء المدنية في مدينة خاركوف وهي مدينة مليونية. نأتي نحو الجنوب. الجنوب الوضع أصعب لأن الروس ركزوا الضربة على مدينة خرسون وماريوبل حتى اللحظة. وفق المعلومات الرسمية خرسون داخل الروس داخل مدينة، وهنالك معارك داخل مدينة ومظليين أنزلوا في ماريوبل. كييف العاصمة تتعرض لقصف صواريخ باليستية. أنا رأيت الحطام بعض الصواريخ في الليل سقطت. هناك معارك في الجو. 7 طائرات مقاتلة روسية أسقطت من سلاح الجو الطيران الأوكراني، وكذلك اليوم تسلت مدفعيتين روسيتين وتم تدميرها من الجيش الأوكراني. طيب، وتم توزيع في ظل هذا المشهد. نعم، في ظل هذا المشهد دكتور محمد، يعني في ظل التحرك الروسي على الأرض، أيضا هناك تحرك سياسي، دعوة بوتين الجيش الأوكراني لتولي السلطة وهي دعوة للانقلاب على النظام السياسي، هل سيتعامل الجيش يستجيب لمثل هذه الدعوات؟ طبعا روسيا هي دولة، أو النظام الروسي البوتيني دولة تفنن في الكذب. دعوني أذكركم بأنه حتى قبل 3 أيام أمريكا تؤكد بأن روسيا ستجتاح أوكرانيا، وكانت تنفي روسيا بأن لديها ليس أي غزو. بوتين ماذا أراد؟ بوتين أراد بعملية سريعة أن يخضع أوكرانيا، وظن بأن الأوكرانيين سوف يستسلمون ليعود ذلك القائد الفذ بين قوسين ويحقق نصرا. ولكن عندما بدأ يسطر، وأنا رأيت على الشاشة المعلومات لديكم ليست دقيقة حتى اللحظة، الخسائر الروسية كما يلي: 80 دبابة، 516 عربة مصفحة، و2800 جندي نظامي روسي. هذه المعلومات هي تأتي عبر وكالات الأنباء. نعم، الآن بس أفيدك. نعم، الآن بوتين عندما بدأت وأي حاله كأي حال من الغزاة، إذا كانت هناك أي مقاومة هذا يرعبه، لأن أوروبا لن تقف طويلا. فاليوم ما تقوله روسيا من حوار كييف لا تتعامل مع ذلك بجدية، لأنه قبل أيام قالوا لن نغزو أوكرانيا وغزوا. تصريحات لا قيمة لها لدى كييف، صفر. وفي كييف لم يحدث يوما شيء اسمه انقلاب. هذه لها أخاديع وألاعيب. طيب، روسية. سأعود لك دكتور محمد. في واحدة. نعم، سأعود لك سيد محمد عايش. يعني إذا كان هذا هو المسار من قبل روسيا في التعامل مع الأحداث، وإن كانت أوروبا بما يتعلق بموقف أوروبا أنها لن تتدخل بطريقة مباشرة، إذا لماذا منذ البداية لم تفسح المجال لأوكرانيا للتجاوب مع الروس، والآن بعد أن يعني خرج الرئيس الأوكراني يقول بأننا مستعدون للتفاوض على موقع المحايد؟ يعني لماذا منذ البداية لم يختصروا على أوكرانيا هذا المشهد؟ حسابات الحرب عادة ما تكون بالغة التعقيد. يعني اتخاذ قرار الحرب ليس مسألة سهلة. التعويل بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا على الأغلب أنه كان أن التهديد يمكن أن يردع روسيا، لكن يبدو أن تقديرات الروس كانت أفضل أو أقرب إلى الدقة من تقديرات الأوروبيين والأمريكان.
الروس واضح بأنهم تقديراتهم بأن الناتو لن يتدخل ولن أو لن يتدخل عسكريا نعم. وبالتالي هم أخذوا أو دخلوا في هذه المغامرة وراهنوا بأن أنه لا يوجد تدخل. الآن عندما كانت الولايات المتحدة وأوروبا والناتو يهددون روسيا كان الكل يتوقع بأن روسيا سوف ترتدع، يعني حتى صباح يوم الخميس يوم أمس الخميس كان لم يكن هناك أحد يتوقع بأنه روسيا سوف تدخل في غزو عسكري على أوكرانيا، بل كان البعض يتخيل بأنه مثلا ممكن أنه روسيا تغير أو تعدل من خطة العدوان على أوكرانيا، مثلا ضربات جوية، مثلا يعني توغل في الأراضي الأوكرانية بما لا يصل إلى العاصمة كييف أو ما شابه. هذا لم يحدث لأن الروس كان تقديرهم بأنه أمريكا لن تتدخل. طبعا كان هناك بعض التصريحات التي فهمت بأنها رسالة مبطنة، لكن يبدو بأنه أوكرانيا لم تفهم هذه الرسالة، أو حتى لو فهمتها ما في خيارات، مهمة هي التي في المواجهة. لكن كان هناك بعض التصريحات التي فهمت على أنها أنه إحنا لن نتدخل، سنقدم دعما سياسيا ودعما اقتصاديا ونفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، لكن لن يصل الأمر إلى تدخل عسكري مباشر. على العموم الواضح أمامنا حتى الآن بأنه الناتو لم يتدخل عسكريا والولايات المتحدة، لكن لا يوجد ضمانة بأنهم سوف يظلوا على يعني بهذا الموقف. غالبا أنهم يعني ينتظرون مآلات العملية العسكرية التي بدأتها روسيا، هل ستكون محدودة أو هل ستكون خاطفة أو هل ستكون موسعة، وهل سيطمع بوتين في أن يعني يحقق أكثر من الأهداف التي يعلن عنها، أم أنه سيكتفي بشيء محدود. أنا بتقديري أنه العواصم الغربية تراقب ذلك وتقيم المشهد، ولا يوجد ضمانة. يعني إحنا في وضع بالغ الخطورة، ليس حالة سهلة ولا سلسة. طيب أعود لك دكتور محمد من كييف، يعني إعلان زيلينسكي الاستعداد للتفاوض على وضعية أوكرانيا كدولة محايد، هل يمكن أن يفكك هذه الأزمة في ظل رغبة روسيا الواضحة بتغيير النظام السياسي؟ صراحة التصريح لم أسمعه. الرئيس الأوكراني أكد بأنه لا استسلام وأنه لن يغادر العاصمة كييف وأنه دوما كان مستعد للحوار، وهذا كلام صحيح. الرئيس الأوكراني عندما قدم الحكم منذ عامين ونصف عرض الحوار المباشر ولكن على أرضية محايدة. من الذي كان يرفض؟ كان يرفض روسيا بالطريقة الاستعلائية، كان يقول بوتين للرئيس الأوكراني تفضل إلى موسكو وهذه إهانة. كان يقول الأوكرانيون نلتقي على أرضية محايدة في الفاتيكان بفيينا بأي مكان. الاستعلائية الروسية هي التي أوصلتنا هذه المرحلة. اليوم الذي يعرض الحوار وتصريحات من الخارجية الروسية، لماذا؟ هم الروس. لماذا؟ لأنهم لم يتوقعوا بأن سيكون مقاومة أوكرانية. وعلينا نفهم الحروب لا يمكن أن تضع أكلها في يوم ويومين وثلاث أيام. أذكر بالمقولة الشهيرة لتشرشل عندما قال إذا وقعتم بين اختيار الحرب والعار واخترتم العار سوف تنالون كل الشيئين، الحرب والعار. أوكرانيا هي لم تهاجم، أوكرانيا اليوم هي تعطي مثالا في التصدي والدفاع عن القيم الديمقراطية والسيادة. نعم، وصلت الفكرة. شكرا، أعذرني على ضيق الوقت دكتور محمد، شكرا جزيلا لك من كييف. سيد نهاد، يعني السؤال المحوري حقيقة، ما مصلحة القوى الغربية والولايات المتحدة في تشجيع كييف على معاندة روسيا ثم أن ينتهي المشهد بالحديث عن فتح باب الحوار وأن تكون أوكرانيا كدولة محايد، وإن كانت هذه الدول وأوروبا لن تساند أوكرانيا بالشكل المطلوب؟ هذه لعبة جيوسياسية طويلة الأمد، وهو إضعاف روسيا كدولة كبيرة في شرق أوروبا وأواسط آسيا، هي لكي تكون الهيمنة الأمريكية والغربية هي المسيطرة. يعني ينظروا إلى روسيا كدولة ثانوية رغم قوتها العسكرية. كيف ما المقصود سيد نهاد بموضوع إضعاف روسيا؟ يعني تقصد استنزاف؟ نعم، تقليص حجمها، لأنه منذ 2014
أثبتت روسيا أنها لا تعير أي اهتمام لما تقوله واشنطن أو باريس أو لندن، ودخلت شبه جزيرة القرم واحتلتها وضمتها، والآن ضمت أيضا منطقتين ثانيتين وتحاول إسقاط النظام السياسي القائم في أوكرانيا. ولكن أوروبا والولايات المتحدة منذ عهد الرئيس ترامب ينظران إلى روسيا كدولة مارقة تستعمل مثلا الغاز وخط أنابيب نورد ستريم 2 كوسيلة أو كأداة جيوسياسية للهيمنة على أوروبا، ويجب تقليص هذا الدور. لذلك ترى في أوكرانيا كدولة كبيرة نسبيا مقارنة مع دول بحر البلطيق الصغيرة، ويمكن استعمالها كرافعة للضغط على روسيا، وتكون قاعدة أمامية لحلف الناتو، وتكون عضوا فاعلا في الاتحاد الأوروبي. هي لإضعاف روسيا وتقوية أوروبا وتقوية حلف الناتو، وهذا طبعا بوتين لا يقبله حتى لو عنى ذلك التدخل العسكري وإشعال حرب كبيرة في المنطقة، وهذا ما نراه الآن. وأنا سمعت محلل عسكري غربي يتحدث أمس، قال يعني استنتجت من كلامه أنه أوروبا ستقبل إذا دخل أوكرانيا وحقق هدفه وخرج بسرعة دون حرب طويلة ودون إراقة دماء كثيرة، ولكن إذا حاول استهداف المستشفيات والمدارس والأماكن السكنية كما فعل في سوريا، هل ستبقى أوروبا والحلف الناتو صامتا؟ هنا السؤال. استنتج من ذلك أنه قد يتم تدخل فعلي عسكري في مرحلة من المراحل إذا استمرت العملية، وإذا تم استهداف المدنيين، استهداف ورأينا مئات أو آلاف الضحايا، ربما تتغير الصورة. لكن كما يبدو الآن، الصورة الآن أوروبا، الاتحاد الأوروبي، حلف الناتو لن يتدخل عسكريا. طيب، نتابع التقرير التالي وإياكم ضيوفي الكرام، ثم نعود لإكمال النقاش. غزو روسي على أوكرانيا، الجيش الروسي على أبواب كييف، وأثار ذلك كله تزلزل أوروبا وتربك العالم بأسف، حيث ارتفعت أسعار النفط وتجاوزت 100 دولار للبرميل لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 7 سنوات، كما تراجعت الأسهم العالمية وارتفع سعر الذهب وسط قلق المستثمرين من تضاعف التأثير السلبي المحتمل للصراع. ارتفاع أسعار النفط والغاز تصدرت اهتمام الدول المصدرة والمستوردة للمحروقات، خاصة وإن تعطل الإمدادات الروسية كان الهاجز الأكبر لأوروبا، حيث تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام وأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. وتحتل العديد من الدول العربية عموماً والخليجية بالخصوص مقدمة الدول المصدرة للنفط، والتي عليها تغطية النقص المحتمل الذي ستخلفه الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة إن امتدت لأسابيع قادمة، ما يشكل عاملاً اقتصادياً إيجابياً لها معاكساً للعوامل السلبية التي تخلفها الحروب، حيث قد تصل مداخيل المملكة العربية السعودية في ظل هذا الارتفاع إلى ما يفوق المليار دولار يومياً، حيث تصدر الرياض ما يقرب من 10 ملايين برميل في اليوم، كما سترتفع مداخيل الجزائر على سبيل المثال، والتي كان نفطها أول المتجاوزين لحاجز 100 دولار للبرميل إلى ما يفوق 90 مليون دولار يومياً، حيث كانت قد رفعت إنتاجها إلى حدود 900 ألف برميل في اليوم. وفي خضم الحرب والأزمات والارتفاعات المتواصلة للمحروقات وزيادة مداخل الدول المنتجة والمصدرة، يتساءل مراقبون هل ستستفيد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز من هذه الطفرة، خاصة تلك التي اعتادت الاعتماد على سياسة الريع النفطي مهملة ولسنوات قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها، بالإضافة إلى الدول التي تضررت بشكل كبير من تداعيات وباء كورونا الذي أتى على المنظومة الصحية وكشف هشاشتها وضعفها، كما وضعها في مواجهة مباشرة أمام ضعف سياساتها الاقتصادية.
أعود لك سيد محمد عايش، برأيك ما هي التداعيات التي ستتبع هذه الحرب وهذا الغزو الروسي على موازين القوى العالمية؟ يعني هو بكل تأكيد هذه لحظة تاريخية حاسمة فيما يتعلق في النظام العالمي الموجود. هذه الحرب ما بعدها ليس كما قبلها بكل تأكيد. العالم بدأ يفقد نظام القطبية الواحدة الذي كانت تهيمن عليه الولايات المتحدة. روسيا أصبحت تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة. أيضا هناك العديد من المناطق في العالم وبينها منطقة الشرق الأوسط تنكفئ فيها الولايات المتحدة وتحل روسيا بدلا منها، وهذا شاهدنا ونشاهد يوميا في سوريا وفي العراق وفي أكثر من مكان في المنطقة. أيضا الصين لاعب قوي ومهم منافس للولايات المتحدة. إذن إحنا أمام تحدي الآن، هذا التحدي العسكري. إذا استطاعت روسيا أن تحقق ما تريده بقوة السلاح ولم تتمكن الولايات المتحدة من ردعها، فنحن أمام عالم جديد، يعني أقرب ما يكون إلى ثنائية القطبية، أقرب ما يكون إلى فترة ما قبل 1990 على صالح أوروبا. لا، هو أوروبا حليف للولايات المتحدة. يعني أوروبا هي أحد القطبين وهي جزء من التحالف الغربي، هو تحالف أوروبي أمريكي عمليا. وبالمقابل ربما روسيا والدول المحيطة بها والدول الحليفة لها وربما الصين إلى حد ما تكون في المعسكر المقابل، وبالتالي العالم يتجه إلى تشكل معسكرات جديدة، معسكرين أحدهما شرقي والآخر غربي. هذه الحرب في أوكرانيا بكل تأكيد لا نستطيع إلا أن نصفها بأنها معركة بين المشرق وبين المغرب، بين الشرق والغرب، وبالتالي وصراع على المصالح في هذه المنطقة. وبالتالي يعني هذا النظام الجديد يتشكل تدريجيا. ربما أيضا روسيا تريد أن تستعيد شيء من تاريخها الذي فقدته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. الآن بدأت تستعيد شيء من وجودها على الساحة الدولية. طيب. وأصبحت تحافظ على قوتها وعلى مكانتها. نعم سيد نهاد، يعني هل تتفق مع ذلك حول التداعيات التي ستتركها هذه الحرب ما بعد هذه الحرب إن كانت ستحقق روسيا أهدافها سواء بفترة زمنية محدودة؟ نعم أوافق على المدى البعيد ما يقوله الأستاذ محمد عايش دقيق، لكن على المدى القصير هناك تداعيات اقتصادية خطيرة جدا. العالم سيدفع تكلفة هذه الحرب. أسعار القمح، العالم العربي يعتمد على القمح، ارتفعت 70%. العالم العربي كما نعلم فشل في 50 عام الماضية من تحقيق الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي. 40 مليون طن سنويا، فاتورة الغذاء العربي 100 مليار دولار سنويا تستورد من دول، بعض وجزء منها جزء كبير يأتي من روسيا وأوكرانيا. التداعيات الأخرى هي ارتفاع أسعار النفط والغاز التي تعاقب الدول المستوردة، والدول العربية طبعا المصدرون والمنتجون يستفيدون. على ذكر الدول العربية، في التقرير جاء شيء أريد أن أعلق عليه. قال المتحدث أن السعودية تصدر 10 ملايين برميل يوميا. بالعكس، السعودية تنتج 10 ملايين ونصف مليون برميل، لكن تصدر بين 5.5 إلى 6.5 مليون برميل يوميا. نعم. فقط للتصحيح. لكن المشكلة الرئيسية أن العالم سيدفع ثمن هذه الحرب بتكلفة اقتصادية باهظة، لأننا حتى الآن لم نتعافى من اضطراب سلاسل الإمدادات. نعم. والتوريد الناتجة عن وباء الكورونا، ولم تتعافى الاقتصاد. أمس الخميس كان كارثة مالية واقتصادية للعالم، من اليابان شرقا حتى وول ستريت غربا. في بريطانيا أعطيك مثل بسيط من التداعيات، هبط مؤشر الفاينانشال تايمز الأهم 100 شركة بريطانية 3.79%، يعني تقريبا 4%. هذا يعادل 77 مليار استرليني، أي حوالي 100 مليار دولار. هذا بيوم واحد. إذا طبق عالميا
هذه الخسارة شكرا نصل إلى تريليونات الدولارات. شكرا جزيلا. تبعيات رهيبة جدا اقتصاديا أيضا وليس فقط سياسيا. شكرا جزيلا سيد نهاد إسماعيل الباحث في الشؤون الاقتصادية من لندن. أشكرك جزيلا الشكر سيد محمد عايش الكاتب والإعلامي.